حافظ. احنا بدل ما نلعب على ملعب حرس الحدود عندنا ملعب للقوات المسلحه في كيلو 7. يا ريت سياده المحافظ يكلم سياده الفريق وزير الدفاع ان يسمح لنا باللعب في مركز في الملعب العسكري اللي هو في المدينه الاولمبيه. رياضه في الضبعه يعني دينا، ونتمنى من سياده المحافظ دعم مراكز مدينه الضبعه. نادي الرجاء يعني له ممثل الوحيد محافظه مطروح، فهمت بقى، ويمكن الوحيد اللي لعب المباريات كلها خارج ارضه في اسكندريه وكلها. الحاجه الثانيه لو كحكايه ان جمهور بيحضر او هي حاجه، تعالوا في مطروح، احنا لو قعد 20,000 و 50,000 وكل حاجه، مفيش واحد يحرمي طوبه جوه الملعب. الحاجه الثانيه لما يجيني الاهلي والزمالك والفرق الكبيره دي كلها، حابة دعم للسياحه، عندي دعم للسياحه. أنا عندي السياحة الصيف ده جاني مطروح 2 مليون أو 3 مليون. طلب من السيد الوزير شباب الرياضة بأن يهتم بأندية مطروح واللعب يبقى هنا عندنا، عشان يشوف جمهورنا الحبيب، يشوف الكورة ويشوف يتفرج على الأندية الكبيرة دي. موسم من مواسم الرياضة في محافظة مطروح، نشوف الأندية الكبيرة دي. مطالب من السيد المحافظ بمخاطبة القوات المسلحة لإعطاء ملعب القرية الأولمبية للعب نادي الرجاء عليه. هذا محتاجين يلعب نادي الرجاء في الضبعة، عايزين نشوف الأندية الدوري الممتاز في الضبعة. أتمنى إنه يلعب هنا في مطروح ومكانه موجود. أنا لو حضرتك لو رحت وصورت القرية الأولمبية بتاعة الجيش اللي في كيلو 10، الملعب سهل جدا إنه يبقى موجود. ساعته من 28,000 ل 30,000 متفرج. أمنيا ده يخضع لقوات الجيش، يعني هيبقى مؤمن تماما. نناشد السيد المحافظ ونناشد السادة المسؤولين عن الرياضة في مصر والحكومة انها تعمل تخصص لنا استاد هنا، او الملعب اللي هو ملعب القوات المسلحة اللي في مدخل البلد القرية الأولمبية يتعمل ملعب كورة. ما يصحش احنا كمطروح بنروح للمكس ونلعب في المكس، لما نلعب مع سموحة ولا نلعب مع اي فريق سكندري طبعا ما مش بنلعب في ملعبنا، بنلعب خارج الملعب. يعني احنا نأمل ان مطروح يكون ليها استاد خاص بيها ويكون ليها ملعب.